حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج أهلا وسهلا. في حلقتنا هذا اليوم نحن متواجدين في منطقة الطوافة أمام تمثال الموسيقار الملا عثمان الموصلي الذي هدمه تنظيم داعش الإرهابي. من هنا انطلق أول قطار متجها من مدينة الموصل إلى العاصمة بغداد، وكان ذلك عام 1930. سميت بالطوافة كونها تطوف بمياه الأمطار في فصل الشتاء. وتعتبر من أقدم المناطق في أيمن مدينة الموصل. نتجول داخل منطقة الطوافة ونرصد طبيعة الحياة فيها. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مجددا. نلتقي الآن بالسيد محمد النعيمي أحد سكان منطقة الطوافة. أهلا وسهلا بك. حياك الله. أهلا وسهلا. مرحبا بك. حياك الله. بداية نتحدث لنا عن منطقة الطوافة، الأضرار التي لحقت بالمنطقة. والله منطقة الطوافة يعني الأرضية مالها والسماء مالها كلها تدمرت تدمير كامل. نعم. تدمير كامل تدمرت. ومشكورين طبعا البلدية مشكورة، كلها مشكورة، كلها التعاون. تعاوننا ورجعنا تقريبا الحياة بدايتها هسه هنا. الاهالي يعني بالمنطقة، الاهالي قسم رجعوا وقسم والله ما يقدرون يرجعون، ما عندهم حتى ترميمات مال البيت. ظروفهم المادية يعني صعبة. ظروفهم المادية صعبة، فلوس ما ظل، الايجارات دمرتنا غادي. دمرنا بالايجارات، ما غادي مصرف. يعني انتم طلعتم من المنطقة؟ طلعنا من المنطقة بطرق هديماتنا. وين نزحتم؟ نزحنا والله على المخيمات ورجعنا على تأجرنا بيوت بذاك الجانب وقاعدين. يعني أكثر منطقة نزحتم عليها هي الجانب الأيسر؟ الجانب الأيسر. إيه والله الجانب الأيسر نزحنا عليه غادي، وهنا يعوزنا بس دفعة من الدولة. يعني إحنا ما عدنا، ما ظل عدنا فلوس. منظمات يعني؟ منظمات ومسؤولين أيضا. إيه. يعني لو صح مثلا هالمدارس، المدرسة حتى نرجع أطفالنا ترجع هنا، المدارس شوية راد لها ترميمات، راد لها نعم. شوية مصرف. ما سيد محمد يعني المدارس لحد الآن ما تأهلت؟ ما تأهلت يعني المدارس، ما نقدر نرجع أطفالنا هنا لا المتوسطة ولا الابتدائية. يعني لا متوسطة ولا ابتدائية موجودة داخل المنطقة؟ الابتدائية ما موجودة هنا. نعم. مراكز صحية الطبابة يشتغلوها، الجوازات يشتغلوها، بس بعد هنا مراكز يعني صحية أيضا ماكو؟ مراكز صحية موجود، مركز صحي بس أخل يعني العلاجات ما تتوفر فيها؟ نص علاجات. ولا تجي هنا الصحة تجيب سيارة هنا تفتر على العوائل. مشكورين. نعم. طبعا. نعم. انطونا ادويه هاي مال براستول وكذا مال سخونه ومال نسوه. نعم سيد محمد، حاليا العوائل رجعت الى منازلهم داخل. والله العوائل رجعوا، الاغلبيه نص العوائل رجعوا ونصنا بعد ما رجعنا. بس يعني يوم جايب عيالي جاي انا ارمم اعدل اميل، فلوس ماكو بصراحه غير. نعم. هم اذا يريدون يدعمون الدوله تدعمنا، لو كل واحد ينطوا 10 15 مليون يعدل اموره ونرجع لهم هي وصندوق. إيه لأن تضررت العوائل، بعض المنازل تضررت جراء العمليات العسكرية، فأكيد يحتاجون إلى تعويضات. التعويض ما أكو ودمرنا تدمير كامل يعني. نعم. من أقول الأرضية ما تدمر حتى البواري، جاء المية بالطوافة، المية جاء بالطوافة لكن كلهم البواري كلها مكسر، البواري ما يتصل المية. صحيح. والمنظمات والله مشكورين وانتم مشكورين. نعم سيد محمد. نعم. من ناحيه الخدمات داخل المنطقه شلونها؟ والله الخدمات يجون جماعه البلديه ينظفون، بس ما يصير تنظيف هيك شيء. تنظيف لازم سيارات، يجيب سيارات وانقاض كثيره. من ناحيه المياه والكهرباء؟ والله كهرباء ما كنا، ما جانا بعد، وصل بالعقدات الكهرباء وبعد ما وصل لي هنا. مولدات ايضا يعني مولدات؟ لا مولد اكو بس ب 13 امبير، الارمله ما تدفع.
الفقير مين يعطي 13 امبير؟ اكيد سيد محمد تقريبا دلوقتي. 3 سنوات و4 يعني هذه ظروف ماديه اثرت عليهم تقريبا يعني طبعا اثرت عليهم بالسنين احنا مخنوقين خنق كل العالم يعرفون نعم هم خنق هذوك خنقونا وهسه عينا تنفسنا لهاي بس ماك وين اذا ما دعم ودفعه راح نظل بس سيد محمد اكيد لازم العوائل ترجع على منازلهم دعم تاهيل المنزل حتى لو جزء بسيط من المنزل او غرفه واحده يقعدون بها حتى يكمل الجزء الاخر من البيت والله احنا كلنا نرجع ما عندنا حق ايجار يعني شلون نهوس نقول ما عندنا حق ايجارات والله ما بقى عندنا يعني انا اموري صحيح. عدله ما ضل عندي كل شيء فالله يساعد البقيه نعم سيد محمد والله. رساله اخيره توجهها من قناه الموصليه والله قناه الموصليه مشكوره نشكر قناة الموصلية ونشكركم انتم توصلون لساننا توصلون حكينا للدولة اكيد هذا واجبنا تدفعونا اي والله مشكورين جدا شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا شكرا الله يبارك فيك اخويا وبالكادر كله مشكورين جدا جدا اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين مجددا نلتقي الان باولى العوائل التي عادت الى منطقه الطواف ام خليل اهلا وسهلا بك اهلا بيكي اهلا بيكي بدايه ام خليل تكلمينا قصتك مع احتلال تنظيم داعش للمنطقه الله احتلال داعش روان الويل والمرار ونزحنا وتبهدلنا 6 أشهر رحنا قعدنا بحي الانتصار قعدنا ببيت لا كهرب ولا ماي يعني للجانب الايسر الجانب الايسر هيكل قعدنا بيه وزائد ما يريدون 50 إيجار وقعدنا 6 أشهر يعني البيت هيكل هيكل ايه وانطينا ايجار عليه نعم ورجعنا هسه اعتهينا رجعنا بعد الانقاذ من منطقتنا موجود المختار ماله ابو طه يقولوا له نعم. موجود المختار رجعنا بس شي يعرفوه اول عائله طبينا الطوافه نجيب الماء من وادي حجر نجيب الثلج من وادي حجر يعني عشنا ايام تعسه فرد كذا اسيه فرد كذا علينا ولحد الان نعاني منه زين ام خليل انت ذكرتي ايجارات يعني بجانب الايسر عشان إيجارات. تفرين الايجارات عندي راتب تقاعد 200 بالشهر اخذ لي وانطي ايجار نعم إيه؟ كم عائله يعني انتم احنا 4 عوائل على هذه ال 200 مال على هاي ال 200 عايشين هسه كلتنا الاطفال والكل زين ايش ندبروها إيه؟ يعني 200 ما تكفيكم يعني 4 عوائل على 200 ندبر الحمد لله الخيرين يعني ايضا اي هم خيرين هم خيرين عندنا ايه زين انت نزحتي على الجانب الايسر وصار لك ايش قد ما رجعتي على الايمن؟ رجعنا قبل كل من رجعنا يمكن صار لنا 4 أشهر ابو طه 4 أشهر تقريبا زين بيتك من البيوت اللي تعرضت جراء العمليات العسكريه من الهدم او اجزاء بسيطه من المنزل اجزاء بسيطه عندنا هاي الاودن هدمت وهذا التوتيه والسطح اي والفطور يعني تشققات يعني صافية. ما تاثر عليكم فصل الصيف او الشتاء؟ الشو ما تاثر بالشتاء اثرت هذا قاعدين يعني قاعدين جو المطر من هذه ما تاثرت بالضرب كله زرفت نعم هذا كله يشيلونه نتنقع ونطوف يفوت علينا مي الساقي زي البرة كله تكرمين الصيانه وصا كله يفوت علينا عشان يعني ما تعانون من هذا الشو ما نعاني نقوم ننظف ونسكت نلم نقول نلم نحكي ويصب الروح الحمد لله نعم. هاي يعني رضينا بقسمتنا وقعدنا نعم ذكرتي لي قبل ما نصور انه عندك اولاد مفقودين عندي اولاد مفقودين ما عندي 4 منتسبين 2 راحوا وانهزموا واثنين جو اخذوهم من البيت يعني 2 هزموا والباقي اثنين الباقيين اخذوهم وكل واحد عنده 4 أطفال وحرمه ومن عام الاول الشهر الواحد ولحد الان لا اعرف خبرهم ولا اعرف عنهم يعني نطالب بشي احد يطلع لنا زين احكي لي بالبدايه ايش جو اخذوه بيا وقت من البيت اخذوهم الساعه ايش قد؟ الساعه كانها الخميس يمكن الساعه 10 بالليل الصبح على ما اتذكر نعم لان قمت تمرضت ورا ولادي ما بعد اتذكر صار اكيد يعني صدمه تشوفين صار عندي ذبحه والتهاب الرئه هسه يعني مريضه انا الله يسلمك اي والله تعالج نعم اي والله زين اخذوهم لحد الان ما تعرفين لحد الان ما اعرف مصيرهم ويصف زين زرتي جهات مختصه بهذا الموضوع والله كل ما تجينا منظمه نقول لها يجينا المحافظ ذاك ونقول له انا من نروح ويصف ما نفصل وما انطوا اي خبر عنه؟ ما انطونا كل خبر عنه نعم اكيد يعني بهذا الموضوع الجهات المختصه بهذا الموضوع اكيد لازم يقول نظره على اولادك على الاقل يطمنوك اكيد السنتين ما تعرفين اشياء على مصير وما يصابون اي نعم. والله زين اولاد وشن اولاد معايا قاعدين زين انت ايش عم تعيشين مع هاي الذكريات واكيد صور عندك من اولادك ما تكشف صورهم ما تكشف
اكيد ام خليل نحن ما ناويين انه نبكيكم، اكيد يعني احنا لازم نوصل مناشدتكم ولازم نوصل صوتكم ام خليل، اكيد يعني نعرف الظروف اللي عتمرين بها صعبه اكيد. انت صعبه عمر بيها؟ اي والله كثير يا بنتي، بس الله يعلم بيها. اكيد نحس بيكم ام خليل، احنا على مود نحس بيكم ونعرف الظروف اللي عتمرون بها، ولهذا جايين حتى نزوركم ونوصل مناشدتكم ومن القناه الوصليه. ان شاء الله الكل خير والكل شجاع وكل بطل، ان شاء الله تصلوا. أم خليل إن شاء الله أنا الحلقة الجاية إن شاء الله إذا أجيت أشوف أولادك موجودين معك إن شاء الله ويرجعون أولاد وزوجته إن شاء الله. شكرا جزيلا لك إن شاء الله. أم خليل بس أنا عاني من ناحية الكهرب. الكهرب صحيح. الكهرب بس مواليدة والله غالية علينا. نعم. إي والله. المواليدات. إي مواليدات والله. نعم أكيد يعني ايه. عانيتم من الإيجارات. من الإيجارات ردينا على المواليدات الساعتها. إي والله ريت بقى الكهرباء. زين حاليا عندكم أحد يشتغل بالبيت أو عندنا ولد واحد يشتغل. ايه هو مفصول هم شرطي مفصول. نعم. يشتغل استعتا عامل. ايه. نعم الكهرباء تعانون من هاي الناحية، زين المياه. المياه لا الحمد لله قاعد يجينا. يجينا كل ثلاث ايام وتجينا التنكرات مال المنظمات. المنظمات يعني متواجدة دائما معكم؟ متواجدة دائما المنظمات مزاجة تجي تنطي ماي على طول. اليوم دقوا الباب علينا قلت لهم عندنا ماي. اي والله الصبح. يعني العوائل اللي ما عندهم ماي او كهرباء اكيد ايه. يعني يقدموا لهم المياه اللي يحتاجوها. ايه يقدموا لهم ايه. نعم. أيه. نعم زين اشياء اخرى انتم تحتاجوها؟ والله نحتاج كل شيء نحتاج يا بنتي، نحتاج تعمير بيوت، تعمير شوارع هذا الوزقتي الوسيب، شفتيه شلون من هنا؟ نعم هالسواقي تنظاف، نعم يعني شويه محلتنا تزدهر هذا شويه ايه نعم وخلينا تبهدلنا. مناشد اخيره تحبين أيه. تقدميها من منبر قناه الموصليه؟ مناشده انت اناشد غازي الفيصل؟ نعم استاذ غازي الفيصل. غازي الفيصل اناشده. نعم. ان شاء الله يضحك على حالنا وحال كل مواطن ان شاء الله، والله يحفظه والله يرضى عليه على هالقناه ان شاء الله وقناه أكيد. فله اي والله وطلع معاناه الانسان ومعاناه الهموم يعني عاد بشفهم والله. اكيد استاذ غازي أه. ابد ما يقصر مع اهالي النازحين ويوصل مناشدتهم غازي. اكيد يوصل المعاناه اللي تمرون بها. ان شاء الله ان شاء الله تصلوا. ان شاء الله. ان شاء الله بيسمعها. ان شاء الله ايضا المسؤولين والخيرين ايضا يلقون نظره على الخيرين ان شاء الله خاصه الجهات المختصه بالمفقودين ايضا ان شاء الله يلقون نظره على اولادك حتى يعرفون. انا هذا اللقاء عملته لاجل ولادي حتى توصل صوتي. نعم خليه شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. شكرا جزيلا. ممنونه منكم وهلا بيكم. انتم قناه الحقيقه، قناه المظلوم، قناه الفقير، قناه تطلع المعاناه كلها من الشعب العراقي. اكيد هذا واجبنا ام خليل ان شاء الله. والله يحفظ الاستاذ غازي فيصل ان شاء الله. الله يخليك على هالقناه هذه. الله يخليك ويشكر عليها إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. لازلنا متواجدين في منطقة الطوافة أيمن مدينة الموصل، نلتقي الآن بأم كريم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا أم كريم، تحدثين عن قصتك مع احتلال تنظيم داعش للمنطقة. والله اتبهدلنا عانينا، جو علينا فات وين على بيتي. أنا طلعت من 6 الصبح، رحنا على ذاك الجانب، يعني احنا على المخيم. نعم. وبساعتها يعني ما بتنا بالمخيم، لأن عندنا بناتنا وكناينا معانا وطلعنا مغادي، ما طلعنا، أجرنا راساً بيت، يعني ما حد فتنا عدا حد بلاش، راساً إيجار، أخذت بيت، وقعدت أنا وأولادي وكنايني سوا. زين رحتي على المخيمات زين بالطريق ما صادفتكم صعوبات أو عوقات؟ شلون يعني صعوبات حيل بالمطر، طلعنا من هنا بالستة الصبح وعانينا وضرب وقناصين يعني وأطفالنا شايليهم وأولاد ابني، طلعنا يعني تبهدلنا فرد مرة موحلة ورزالة كنا وطلعنا الحمد لله الله وصلنا بخير والسلامة. وبس المخيمات وين رحتن؟ هي راسا رحنا اجرنا بذاك الجانب يعني يم حي الشرطه، اخذت شقه بالايسر يعني؟ ايه بالايسر. ايجارات؟ ايجارات راسا غاليه والله، ايجار تلقتنا ايجارات صعوبه، مواعين ما عندنا، منامات. ايش الايجار ممكن تقعد بالايسر؟ والله ب 150 هاي يعني ارخص شيء، هاي اول بدايه من قعدته، بعدين غلوب 300 صار.
يعني طلعتي 300 ألف؟ إيه والله قمت أدين، ما عندي يعني، مجبورين قرايبنا يعني نتوصل بيهم يدينونا، قمنا منا ما عندنا يعني الإيجارات توفريها، يعني تدينين من قرايبكم؟ إيه والله، إيه والله، وحتى طمسة يعني بدين قمنا نتدين وناكل ونعيش، ما عندنا، ما نطيق لا نشتغل لا نفتح محل لا كل شيء، ما نطيق. زين حاليا سديتوا أو انطيتوا؟ لا والله لسه نعاني من الدين، طمسنا حيل يعني بال 30 مليون نحن اسع مطلوبين. نعم، من الجانب الايسر رجعت مع الايمن؟ ايه رجعت. جيت بهذا البيت؟ جيت البيت. نعم البيت فرد مره تعبان، غراضي ماكو بالشارع، البطانيات غراضي هاي كلها طلبه يعني، هم قرايبي انطوني هالطاقه وبطانيات ومطارح. انسرقت يعني بعض الاثاث؟ ايه والله كله، لا مبرد هسه عندي، لا ثلاجه، اخبز يعني على الصاج هسه، حتى تنور مال الخبز ما عندي، كرتون اجمع من هنا البقاقيل واخبز، انا ما عندي لا تنور لا ثلاجه، هسه ماي حار اشرباني وايد طفلاي بالبيت. زين ايش عم تعتبرين هاي ظروف؟ يعني نعرف ظروف صعبه اكيد يعني. نعم تبهدلت والله، انا مريضه، كلاتي 3 عمليات وسكري وضغط، علاجي راد لي بالاسبوع بال50 ألف اني. يعني ما اضرار، تكلمنا عن اضرار البيت. البيت والله الثلاجه ماني، المبردات انشالت، المنام جيت كل شيء لا محفوره لا كل شيء، بيتي مفتوح الباب مشيول يعني وكله انسرق يعني. البيت بعض المنازل جرى العمليات العسكريه منها الهدم ومنها السرقه ايضا، انت من المنازل اللي تعرضت للسرقه؟ يعني ما لحقت اضرار بالبيت؟ لا بس باقلي يعني غراضي كلها انشالت، ما اكو شيء وقع بالبيت، هذا الايجار وانا قاعده بيه صار لي سنتين يعني، وبيتي بنزله خزرج. نعم ذكرتي لي ايضا انت مريضه. مريضه والله 3 عمليات، حتى عمليه الدكتوره روح علي قال لي ما يصيرلك بعد عمليه، بالعلاج بالتفتيت ما الحصوا على الشرب، قال ما يجي الجهاز ما عندنا ما التكسير. يعني لازم علاجات بدون عمليه يعني؟ ايه هسه علاجات وتكسير، يقول بس يجي الجهاز تعيد اعملش تكسير، ما يصير اي عمليه بعد. يعني كم عمليه قلتي لك؟ 9 عمليات. زين علاجات انت حاليا عتوفرين نفسك علاجات؟ لا والله تدينت كله الدين يعني، ما عندي فرد مره. زين اكيد علاجات. يعني تواجدت منظمات داخل المنطقه حتى توفر لك هاي العلاجات؟ لا والله مسؤولين يعني ماكو، ما حد جاني اشو هنا، بس بتجي سياره الاسعاف يعني هنا العلاج اخذ يعطوني مال 10 ايام 11 حبه يعني، ما تكفيني يعني باليوم اشرب حبايتين. اكيد ما تكفيك يعني؟ ما تكفيني قليله والله. نعم مراكز صحيه متواجده داخل المنطقه؟ هنا اكو بالطبابه هنا، بس ما اقدر اروح يعني بيها سونار شيء، بس ما اقدر، ظروفك الماديه ما تسمح لك انه ايه ما اطيق، ما على اروح على دكتور وعلى شيء علوى يعني يساعدونا، بيتي مهدوم واقع، ايجار ما عندي، مريضه اني، هو ابو ولادي مريض هم. نعم. كلات ونهار يطلع يشتغل وعشرة بالبيت يعني يوجعوه كلات هم اثنينهم، هم الكلية يعني. هم الكلات يعني، هو نعاني بالكلات. نعم زين من ناحية التعويضات ما قدم لكم تعويضات؟ لا والله قدمت الأوراق وكملت، راح لي هم بال300 يعني معاملتي على المصارت قدمتوها. نعم. يعني كاملة المعاملة مالتك؟ كاملة، بس على مود يعني أناشد يساعدوني، بيتي فرد مرة وقع يعني. اكيد ان شاء الله نتامل خير ام كريم من بعد هذه الحلقه، ان شاء الله يقدمون التعويضات لمنطقه الطوافه ان شاء الله. اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين مجددا، طبعا خلال تجوالنا في منطقه الطوافه التقينا بعدد من المنتسبين الشرطه المفصولين من نفس المنطقه، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. بديت نتكلمنا عن المعاناة اللي تمرون بها وانتم شرطة ومفصولين. نعم والله احنا سوينا مباشرة، الناشد رئيس الوزراء حيدر العبادي ما الناشد لنا حق عليه، يعني خدمنا البلد وضحينا ومهجولين وعوائلنا وكلها ناس لها خدمة واصحاب عوائل وإيجارات قاعدين، يعني شي مصيرنا؟ نعم يعني صار لي 6 أشهر مسويت مباشرة لحد الان اي على الحط وقاعد ايجار ومتبهدل. ما جاكم اي خبر يعني عن هذا الموضوع انه ما جانا لحد الان؟ ما جا الناشد قائد الشرطه على رجعتنا، والناس كلها اصحاب عوائل تعبانه يعني لها خدمه وتعبت وضحت، ومطاردين كنا من حش السامع الدواعش تنجاس، تبهدلنا احنا وعوائلنا، يوميا جايين علينا جيبوا جيبوا ونهزمنا ومطاردين، يعني هذا مصيرنا. نعم حاليا يعني اي شغل ما عندكم؟ ما عندنا اي شغل، يوم اشتغل انا بالنسبه لي صاحب عيله، يوم اشتغل 10 قاعد. ايش شغلك؟ اشتغل عامل. يوم اكو 10 ماكو، وضع الناس كلها اصحاب عوائل وبيوت ايجار. يعني هيك الدكتور حيدر العبادي يقبله، انا خدمت البلد انا واخوتي، واخوتي ثلاثه ماكو.
وابوي حتى كان شرطي. يعني حتى الاب كان شرطي الله يرحمه، خدمنا البلد يعني الله يرحم والديه. يعني اشون ما نفتهم اشون ما نفتهم. ظروف عتمرون بها صعبه يعني، اكيد صعبة. شغلكم الاصلي هذا انفصلته من عنده يعني، ان شاء الله ترجعون. خدمه يعني هذا هنا 14 سنه هذه 50 خدمه. هنا اجي خدمتك 14 سنه هنا يعني اصحاب عوائل، ما يصير هيك يعني. العمل الناشد رئيس الوزراء ان ينظر علينا على عوائلنا يعني، ما احنا ما لنا ذنب، احنا ما لنا ذنب، احنا اذا ما نمسك هاي القاع ونمسك الموصل موصلنا يجي غريب يقضبه ما يصير. صحيح. يعني ناشدهم ولنا حق عليهم، ما مناشده لنا حق عليهم، ما لنا ذنب. اكيد ان شاء الله يعني من بعد هذه الحلقه تامل وخير انه ترجعون على إن شاء الله. مهنتكم ان شاء الله. ونشكركم، نشكر قناه الموصل يعني يعني دائما سباقه وتوصل اصواتنا وما نستدنا يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني تاملوا خير وترجعون على المكان اللي كنتم بها سابقا ان شاء الله. الله يرحم والديكم. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا لكم. اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين مجددا. نلتقي الان باحد المواطنين في منطقه الطوافه، ابو عامر اهلا وسهلا بك. هلا بك اختي. بدايه تكلمنا عن عوده الحياه في منطقه الطوافه. الحمد لله والشكر، المنطقه رجعت العالم تدريجيا شوي شوي قامت ترجع العالم. نعم. بس اكو فرعين ثلاثه عندنا بالمنطقه يعني ما يقدرون يرجعون من وراء الدمار اللي موجود بها. الانقاض يعني. الانقاض اللي موجوده بها، فالعالم قامت يعني على حساب الشخصي يجيبون دنابور وسيارات وعمال وينظفون. جهود ذاتيه يعني. جهود ذاتيه. والمي الحمد لله يجينا المي، بس بالليل يعني ما شاء الله النافورات تشتغل عندنا يعني. الدوار كلها مكسره. فاللي يريدوا للحكومه ان اذا ما يقدرون هم يسوون خليه يدزون احنا بواري واحنا نسويها احنا نسويها من المنطقه، احنا نجمع كادر من المنطقه يدعموكم باشياء بسيطه يعني. هذا بالنسبه لي انا اول واحد متبرع عم مد البوري من هناك لي انا نكمل البوري وكل بيت حتى العالم ترجع. شلون يرجع اذا ما عنده مي؟ كهرب ماكو اصلا يعني، بواري مال كهرب بالفرع ما ظل. يعني ما عندكم كهرب نهائيا؟ كهرب نهائيا ما عندنا، والحمد لله قاعدين على المولدات وهاي مستمره الحياه الحمد لله والشكر. نعم. من ناحية المدارس أو مراكز صحية داخل المنطقة؟ مركز صحي الحمد لله موجود، بس عندنا الخوصر القديم مفتوح، الطفل ما يقدر يروح، عرمة ما تقدر تعبر. على المركز وعلى المدرسة؟ على المركز الصحي والمدرسة. نعم. هو يم المدرسة والمسؤولين كلهم يعرفون، فاللي يريدوا منكم أن تدزون يعني أي أحد يسوي لنا هذا القني على كل يسدونا إياه. نعم. هذه من ناحية المسؤولين، زي من ناحية المنظمات الدولية أو محلية ما توجد داخل المنطقة؟ منظمات المحجة أنا الحمد لله. منظمات جو هنا بس على ما التأسيسات منظمة فرنسية جو هنا تأسسوا البيوت اللي تعبانة يعني. وفروا لكم شيء؟ قدموا لكم شيء؟ جو منظمات خلف الله عليهم سووا تأسيسات تانكيات ربطوا البيوت المضررة يعني، هم فاتوا كشوفات وهم اختاروا بيوت وهم سووها. نعرف يعني منظمات بداية التحرير بس توفرت توزع مواد غذائية، بس حاليا ما توفرت المنظمات. ماكو منظمات بداية التحرير فقط. بس بداية التحرير جو منظمات وسع منظمات تشتغل بالمنطقة العقيادات والشارع نظيف، وهنا على المنطقة ما يجون. يابا تعالوا هنا على المنطقة ما حد يقبل يجي. يعني أبسط شيء قبل شهرين جاء مدير البلدية. نعم. بلطوا الشارع اللي يم الجوازات. زياد هسه روح شوف الشارع. بلطونه يعني؟ بلطوا الشارع، بس روح شوفيه، كنت نقرا ولا ألخ. يعني ليش يسوون يعني ما سووا شيء يعني ما عدلوا منه شيء؟ لا لا بس يجيب المواد زته وما يعالج المكان اللي موجوده، كسر بوري مجرى ما يعالج. جاء حط التيكله حدل عدله ومدار راسه ومشى، هذا هو بلطنا. نعم ان شاء الله تصل مناشدتكم للمسؤولين والخيرين حتى يقدموا لكم الدعم حتى تبنون المجاري داخل المنطقه. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. على راسي، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين مجددا. طبعا خلال تجوال كادر برنامج اهلا وسهلا في منطقه الطوافه استوقفتني امراه لديها مناشده لدائره الرعايه. ام شهد اهلا وسهلا بك. اهلا بك يا شنو اللي تمرين به؟ شو تقدمين مناشده لدائره الرعايه؟ يعني يكون احد يسمعني من الرعايه، انا زوجي يستحق الرعايه، عنده عجز قلب. نعم. وعنده معوق هو من مواليد 60، من 2014 احنا عملنا رعايه. انطينا اسمه ليها اليوم ما طلع اسمنا، واحنا من تحررنا صار لكم ايش قد قدمتم المعامله؟ هو اول نوبه اول تقديم من 2014 2000
ايه نعم. وبعدها ما طلع اسمنا وظلينا نراجع يمين ويسار ماكو. ومن تحررت المنطقه معنا رحنا على ذاك الجانب قدمنا معامله جديده انطيناها. شهر الرابع معامله جديده ما عدا اللي قدمتم معنا. ايه شهر الرابع شهر الرابع سنه راحت ها ولي هسه لا اسم لا شيء وانا حيل بحاجه الرعايه. يعني هو رجال كبير وانا بيتي ايجار. ايش يشتغل هو؟ والله حال الحاضر هسه هو مريض والله وعنده كان قبل يشتغل بهاي عربانه خشب. ايش عن ايش بينه مريض؟ يعني يحمل الحمال يعني. ايش بينه هو مريض؟ هو عنده عجز بالقلب. طلع عنده عجز بالقلب وهو عنده قصر بالرجلين. اكيد يحتاج علاج يحتاج الى مرافق. علاج وايجار بيتي وابو المولده والله يوم الشهر ما ننطيه طفي علينا هسه احنا ابو المولده مالنا. من دون المنطقة كلها 10,000 ياخذ من ساعة 2 شغال لساعة 12 10,000 الامبير. زين انت عندك اولاد يعني والله على الاقل ما عندي يساعدك. والله ما عندي غير بنية واحدة صف اول 7 سنين عمرها. زين عندك ايضا بنت صغيرة ايش حتقدمي لها؟ اي والله هي عمرها 7 سنين صحيح؟ 7 سنين عمرها. اكيد الطفله يعني تحتاج والله هسه من دحقي المنطقه ما نويصبه وسجن القديم ويصبه تاخذه مشي من هنا لغادي مدرسه صديقيه الداوم من هنا مشي يوميه الصبح تروح ترجع اللي هسه يعني طلعوا توفري الاشتراك. لا لا والله كل المنطقه عندهم اشتراك من دون بس بنتي يوميه انا وياكم. يعني زين ابو الاشتراك ياخذ البنات من نفس المنطقه كلهم كل بس 3-4 سيارات. ما تقدرين تتفاهمين وياه يعني؟ ما انا قلت له اعطيك 5,000 يعني بالشهر. قال لي امي احنا نفر ب10 ناخذ عنديش بعيننا ما عنديش خليها تروح. يعني مشي. هو على طريقه على طريقه والله ما والله كانت مطر وفيضانات ماكو اشيل بحضني اعبر المايات وفرد نوبه يعني احنا حالنا فرد نوبه واقعين والله يا ست. يعني ان شاء الله ام شهد تصل مناشدتك لدائره الرعايه. ايه والله يعني ان شاء الله يشوفون شنو الموضوع ويحلوا لكم الامر يعني. اي والله حتى انا بالنسبه لي انا يعني قناتكم المفضله ماكو اريد اصل يعني تصلين الحل الحل تعرفون ايه شنو الموضوع. واريد عمل اريد انا لي عمل يعني هني لو لا هسه تبي مكان الاقي لي عمل اروح اشتغل. الشغل ما عيب بس ايش نسوي ما نقدر صحيح. والله انا هسه شو يقولون بحاجه الفلس والله هسه لو بس تشوفون البيت جامات ما بيه وباب ما بيه وايجار قاعدين نجع له هيكل ولا انقاض ايجار. اي والله وبيتي الستاير كله انقاض علي يعني بس سطح كل المنطقه نظفوا بيوتهم يعني عندهم امكانيه. يعني ما عندكم رعايه وتطعيم؟ ما عندي لا رعايه. اي والله لا رعايه عندي ولا تقاعد عندي ولا احد من يعني فاضلين على هالمساعدات كانوا يجيبوها وعايشين. ما بس واحد ياكل خبز يعني مثل ما يقولوا وجب طحين وتمن ما يراد له طبيب ما يراد له لبس والله يعني فلوس كل شيء يريد. صحيح مشاهد يعني الله. ان شاء الله تصل مناشدتك الدائره الرعايه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك على تواجدك. شكرا عايشين. نلتقي الان باحد اصحاب المحلات في منطقه الطوافه ابو محمد. اهلا وسهلا بك. يا اهلا مرحبا اهلا بالمصريه على راسنا. يا اهلا وسهلا. بدايه نتكلم عن محلات بدا وقت تحرير ايش تعرض جراء العمليات العسكريه؟ والله دمر المحل من جديد اسسناه ورجعنا صار لنا 5 أشهر تقريبا مفتحينه. يعني رجعت على المنطقه صار لك 5 أشهر؟ نعم. نعم زين منزلك ايش لقيته؟ المنطقه ايش لقيتها؟ خصوصا يعني محلك. والله دمار كله مدمر يعني وباقيين الغراض المحل مبيوت البيت لا تدخلوا زادتي بالشارع مبيوت. زين ايش قمت بعد في عمار المحل؟ والله كان عندي شوية فلوس عمرت على النصص لحد الآن يعني ما كملت. يعني بعد ما كملتوا؟ لا والله ما كملت. زين المنظمات ما توفرت حتى تقدم لكم تعويضات؟ والله لا لحد الآن بس جماعة المال المجاري يعني اعطونا التانك المنظمات يعني اسسونا التانك وما اعطونا مال الماي. والماي لحد الآن ما وصلنا لأن المجاري مكسرة. زين اقبال العالم يعني الاهالي على المحل شلونه؟ والله ضعيف يعني بعد ما يعني بعد ما رجعوا كلهم. يعني ايش تشوف اقبال الاهالي قبل كانوا يجون على المحل يعني قبل شلونه؟ لا قبل كان زين الشغل زين الحمد لله بس هسه ضعيف تقريبا يعني. اكيد يعني العوائل من ترجع على منازلهم ومنطقتهم اكيد ترجع الحياه من جديد. ترجع الحياه من جديد يصير شغل يصير الكل يعني حاليا الحياه رجعت تدريجيا ان شاء الله ترجع يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ايش تقدم رساله للاهالي المتواجدين خارج منطقتهم ايش يعني انه يرجعون على المنطقه؟ ان شاء الله يرجعون الكل ويعمرون بيوتهم. ان شاء الله. بس هي الامكانيه ما عندهم العدل يعني. نعم. امكانيه ما عندهم يرجع بس ابو الملل.
المؤجر ما يرجع لان ماي ما موجود، كهرباء ما موجود، مدارس خدمات ما موجود، يعني ما يرجع له. هاي تلمين تعيش في برا الانقاذ وهذه الامور يعني تاثرت، يعني تحسون بها امراض وهذه شلون شلون ما تاثر؟ نعم يعني تاثر على الكل. تعال شوف اهل المجلس الصندوقي يعني يم المدرسه نعم مكسوره صار يعني سنه من احنا تحررنا لحد الان، يعني الناشد وكل ما تجي منظمه شيء نحكي نواعدونا يواعدونا بالخير ما في يعني اي نتيجه. المسؤولين ما عندهم على هالمنطقه لانه العوائل ما رجعت، يعني لو ترجع العوائل يعني المسؤولين راح يشوفون انه الاهالي موجودين متواجدين داخل المنطقه، تصير حركه بالمنطقه. راجعين فوق ال 100 عائله راجعه. هو العوائل رجعت بس باقي العوائل لحد الان ما رجعت. اي ما يرجعون يعني من العوائل رجعت. اي ماي وكهرب ماكو، تنظيف ماكو بالمنطقه. يجون ينظفون المنطقه الكل ترجع، يجون يساعدونا يمدون المجاري كلها مكسره. اكيد هي ترجع الحياه ان شاء الله من بعد هذا الحرق. نتمنى الخير انه توصل مناشدتكم للمسؤولين والخيرين ان شاء الله. واحنا الناشد كل ما نسوي لقاءات ونحكي بس يعني ما النتيجه ما في حد. نتامل خير ان شاء الله. انتم صبرتوا سنه كامله بعد التحرير، انتظروا هسه اصبروا ان شاء الله عسى ولعل. صابرين وامرنا الله ان شاء الله. صبر مفتاح الفرج اكيد، هذا لازم يكون معكم دائما ان شاء الله. شكرا جزيلا لك ابو محمد. شكرا. اهلا وسهلا. يا اهلا مرحبا. اهلا بالموصليه على راسنا. مشاهدينا الكرام رحبوا معي بعائلة أم زياد. أهلا وسهلا بك أم زياد. أهلا بك. بداية أم زياد كلمينا قصتك مع احتلال تنظيم داعش في المنطقة. والله يعني فاتوا علينا وقالوا لنا بالقوة تطلعون، إذا ما تطلعون نراعي بيتكم. يعني إجباري طبعا. إجباري إيه طلعنا والله، وحتى قال عندنا شغل فوق لا تفوتون. يعني لا تظلون بالبيت، طلعنا بالجبر والله طلعنا يعني مهزومين. وين رحتوا؟ طلعنا على يعني جانب على حي الانتصار. حي الانتصار بالجانب الايسر. ايه غادي يعني عمر ضلينا عند اخته، هاي الولاده ماتوا بالرفاعي. زين قعدتوا من بيت ايجار؟ اي والله قعدنا وابني كان يشتغل بالاسون بالجامد والله. زين يعني هاي بالمطعم يعني يشتغل شغل يعني كفيكم انه هالشغل اللي عشته؟ لا والله يعني يا دوب ايجار يدوب يعني نطلع ايجار حيل حيل يعني. ايش قد كان ايجار من البيت؟ ذاك كان 100 وهو يعني انا باتي دين يعني يعني كله بالدين حتى توفرون ايه الايجار. وسع والله مديون يعني وتبهدلنا يعني ورجعنا جينا على بيوتنا قالوا رجعوا يعني زمتي قال دعيش غادي يعني على مود يشتغل هنا يقول دل شوف. زين هناك ايش وفرت من ايجارات الوالده في الوالده بالكهرباء؟ والله ابني لا والله كنا من يعني خويه كان يعطينا مشطلين عليه يعني هو الوالده. اي على الوالده يعني. صار لكم ايش قد ما رجعتوا مع المنطقه؟ والله صار لنا يجي يمكن 6 أشهر. 6 أشهر؟ 5 خمس أشهر يعني. زين ما توفرت منظمات تقدم لكم تعويضات؟ لا ما حد جانا يعني بس يجيبون يجون يزتون البسة يعني هاي الحصل حصل ما حصل ما. ايش يوفروا لكم؟ ايش يوفروا لكم يعني المنظمات؟ مثل يعني مساعدات مواد غذائية؟ اي بس مواد غذائية بس. اي مثل يعني من ناحية بس. يعني عمرون جزء بسيط من البيت ما وصلكم هذا لا الشيء؟ لا ابد ما حد جانا. نعم ما قال لنا يعني على مود فحص الماي بس وفحصوه. زين هسه هذا البيت اللي قاعدين بإيجار؟ اي والله إيجار هذا. هسه همين إيجار؟ إيجار اي والله 75 اللي فسعته إيجارنا. زين زوجك ما يشتغل يعني ايش نعطيه؟ ابنه ما عاد يقدر يشتغل بذاك الجانب. يعني هو جانب. يشتغل بذاك الجانب هسه همين بذاك الجانب؟ اي هي الساعة والله حتى يبات غادي. يعني هسه عبد معمل الجامد عند أبو يوسف. اي يشتغل والله حتى ينتجون ما يصير سحب وشمس ينتجون يعني هم يعني يعملون جامد بالخدمات يعني بالمنطقه شلون مثلا مياه اكو او كهرباء؟ لا لا ماكو هنا كل شيء والله على المولد عايشه. الماي همين ما موجود؟ اي الماي ساعات احنا العالم كله عنده احنا ما يجينا، اليوم خلف الله عليه ابو المنظمه ما لنا يعني المنظمات توفر لكم المياه؟ ايه نعم. واذا يجي يعني بعد لحظات الماي يجي دقيقتين يعطينا 3 دقائق يعني التانكي والله ما يملي بس اليوم خطي والله الحمد لله يعني كل بيت يخلوا له 3 دقائق بس؟ ايه يعني ايه يعني مثل عندي تانكي جديد يملوه مثل ما عندي تانكي ما استلمت هذا واحنا كلنا مجون طولهم تانكيات ما طولنا. نعم زين إيه هاي السنوات اللي مرت عليك ما اثرت على نفسيتك انت كمرأة؟ بلى والله يعني ليش انا يعني ما تاثر يعني ابني طالب خطيه فات يعني طالب وراع الشغل يعين ابوه وابوه والله محطم ايده يعني ما عداهم مدرسه او لا خطيه والله اهم شيء الشغل. اي والله حتى يوفر لكم يعني مساعده. ايه والله خطيه وطالب 21 سنه عمره. اهلا وسهلا.
وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. تكلمت لنا يعني انه حاليا انت ما عندك شغل الا اللي عينكم ويشتغل. اي نعم. زين انت كنت قبل ايش تشتغل؟ والله كنت حمال ويعرف المختار مالنا انا حمال. ايه. زين وحاليا يعني هو حاليا قاعد وانت عندي 44 طعنه خراج عمليه بالحميات. قلنا سيد المحافظه سجل اسمه ونعوضه. لحد هسه ما جاك اي تعويض؟ كل شيء ما جاب. كل شيء ما جاب لنا. ما جانا ولا حد جا يعني سال يقول منطقه الشرطه. ما جاكم يعني صار نهاية العمليه ما تحتاج يعني بعض علاجات؟ والله نحتاج الخراج كله حيطلع. ايه. خراج من لو من مثلا بين اصابعي لو على العمليه على الخيط. من هنا لي انا العمليه. يعني ما اخذت لك علاجات؟ اخذت ببدايتها اوبر ضربت مال التهابات. حاليا. الايام راحت على الدكتور. وعندي هذا الحب مال هذه هو مال الحساسيه ومال هاي بس عشان شكلت عنده حكه منه يعني هاي العلاجات حكة ما عاد تفيد يعني ما عاد تفيد الحاله مالك والله عطيب هي عطيب هذا كله طيبات بس ايه هذا القبغات الثنتين واذا منتظر التعويضات يعني اي نعم مالك زين نعم. من ناحيه المنظمات يعني اعرف بعض المنظمات تواجد حتى تساعد الاشخاص المريضين تجينا السيارات خمس حبايات حتى دواء حراره ما وما تكفي دواء حراره دواء قحه مال الاطفال ماكو ايه زين الناس الخيرين انتم جيران صرت التعاون بيناتكم شلونها؟ والله اكو ناس خيرين طيبين ومثل شنو ابو طه المختار مالنا حيل زين علينا الله وكيل متساعدين كلكم الاهالي حتى نعم. ترجع المنطقه مثل قبل اي نعم والاوضاع الاهالي اللي اوضاعهم صعبه يتساعدون سوا حتى ترجع المنطقه مثل نعم. قبل نعم زين اشياء انتم بتحتاجوها داخل المنطقه والله الكهرباء والماي الشيقه اللي عايجينها تعرفين البواري كلها كسرت وقت داعش ايه قليل عايجينها صنصوله نرجو من اهل الماي ومجاري بس راح تصلحوا لنا اياه. قال يعني احنا جارنا يعني عنده مكتفي. هو عامل مكان عاليه. احنا ما يجي. ايه. زين ما حفرت لكم بير او شيء؟ لا والله بير براسه او جيانه. ما يصلكم يعني؟ يصلنا. عالي. بس اراد لنا موتور، اراد لنا واير مال كهرباء يتاسس يمه. ايه. زين انت ما عندك راتب رعايه؟ والله لا راتب رعايه لا شيء، وهذا تقرير الطبي بجيبي. ابن والله بطل على مدير. زين ايش عجب يعني اللي ما عندك راتب رعايه؟ والله مره انطيت الولد على اساس يعمل لي رعايه راحت ما سواليه وانسدت وذاك يوم وهذا يوم انت مسوي يعني مكمل الاشياء حتى تقدم الرعايه والله كملته اعطيته اياه بعدين ضاعت وقت داعش حتى عندي تقرير طبي حتى اشوف شو اذا هذه ايه موجود يعني تقرير طبي يشهد انه انت مريض حتى تقدم ايه. لك رعايه يوم عادي يعني موجود عندك يعني ليش ما قدموا لك ما قبل ما عرفت من حد الان شو السبب ما حد يجي ما يعني مثل ياخذون اسمك راحوا ما جو يقول لك ماكو رعايه هسه وقت الحاضر تفضلي يعني كامله يعني هسه بس يشوفوه يعني يعرفوا انه لازم ياخذ راتب ترعايه يعني اكيد نحن لازم تصل المناشده لكم يعني اي نعم اكيد يعني هو كامله ما تحتاج شيء واكيد يعني ان شاء الله تصل لك الراتب رعايه نعم. والله حتى لا راتب لا شيء لا شيات الله وكيل والله بس ابني عيونه قطيه بطل من المدرسه اكيد يعني بطلته من المدرسه من هنا وراح يشتغل ظروف صعبه اشن يعني ابنك داعي عينك يعني اعرف الظروف اللي عاد يعني حيل والله احنا ظروف لا صارت يعرفوا المختار مالنا وحق المولد فرد مره قاعدين وقاعدين مثل صفر على الحمام ولا درهم ولا انا ما ادري خرجيت ويا خدمتك ايش عايشين الحياه انت بحاليا والله اكو ناس يجيبونا قرايبهم يجيبوا لي مشينا امرنا شويه وبس على ما يجيبني ايش تاخذون يومكم يعني ماكو كهرب ماكو مياه يعني والله عايشين على المولد ابسط شيء هسه ترى احنا على الطبيب يعني ما عنده يعني حق علاج إيه هذا ما عندي مال المستشفى 6000 6000 ونص ما عندنا قاعد تنتظر يعني العلاج صدر بالنادي يجي يعني العلاج ب 6000 ونص العلاج اللي تاخذه؟ ايه من الصيدلية هاي اول مرة هذا مالي ومال كل العائلة شوية صار عندنا حقه زين عندكم بناتكم يداومون بالمدرسة؟ لا 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 بس طفل واحد بالمدرسة بس عندنا واحد بصف الأول اسمه جاسم بصف الأول زين ليش ما يداومون بالمدرسة؟ ما قبل أبوهم يسجلون تعرفين مكان بعيدة وأخاف عليهم من ما كانت يعني على مود المدرسة بعيدة عنكم ما سجلتهم بالمدرسة يعني إن شاء الله يعني بنون مدرسة قريبة عليكم بحيل الله بتفتح المدارس قريبة وأنا رجعهم على المدرسة اكيد ان شاء الله يعني امل انه المسؤولين يلقون نظره على على منطقتكم حتى يبنون المدرسه قريب عليكم لان ابنائكم ايضا يحتاجون المدرسه
هاي الوثبة بتلت تصليحات وداومون المدارس طلاباتي هاي أقرب مدرسة هنا يعني قريب عليكم بس طرق ايه قريب وطب تسيبها شفتي ايه غادي الطبابة يوم الطبابة صحيح نعم ان شاء الله يعني نتأمل خير من بعد هذه الحلقة وان شاء الله يصير صوتك دائرة التقاعد حتى نعرف شو الأسباب ليش ما يقدموا لك راتب رعاية يعني جات هنا قبل فترة يعني مع منظمة رعاية قالوا يعني تعالوا قدموا أشنو أما رحنا قالوا انتم ما مشمولين بالهاي الرعاية ما مشمولين نعم ان شاء الله يعني يوصل صوتكم لدائرة التقاعد ان شاء الله شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا الله يبارك فيك طوافة ورصدنا طبيعة الحياة فيها نأتي لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أهلا وسهلا تقبلوا تحياتنا في تقديم برناء الحمداني وتقبلوا تحيات كادر العمل إلى اللقاء